جيل تونس كما قالوا الزملاء ما نرجعش للجزئيات، قدم روحه للقضاء على عدد كبير من الملفات، قضاة مختلفون، واحد منهم فقط قدر ورأى أنه في ملف معين يجب أن يصدر في شأنه بطاقة إيداع، قال هذا سأودعه السجن في إطار مؤسسة الإيقاف التحفظي وأوقف تحفظيا. الدستور التونسي اللي كنت نشير له اللي هو أعلى القواعد القانونية قيمة في الفصل 29 يقول صراحة أنه لا يمكن إيقاف شخص تحفظيا إلا بإذن قضائي، إلا بإذن قضائي، ويقول أن مدة الاحتفاظ ينظمها القانون. قانون مجلة الإجراءات الجزائية تاع بلادنا اللي مازالت سارية المفعول في الفصل 85 منها حددت بكل دقة قداش حاكم التحقيق ينجم يخلي عنده إنسان وهو بحالة إيقاف تحفظي. قال النص يحتفظ به 6 أشهر، مدة أقصاها 6 أشهر المرة الأولى. السيد محمد سليم شيبوب أودع يوم 18 نوفمبر 2014، أودع السجن 18 نوفمبر 2014، ونعاود بالعام، انقضى أجل 6 أشهر الأولاني. حاكم التحقيق رأى أنه الأبحاث تقتضي التمديد في أجل الإيقاف، مدد والنص يسمح له بذلك، مدد لمدة 4 أشهر، 6 مع 4 10 أشهر. الشهر عند التوانسة يعني في الرزنامة نوع، وفي النصوص القانونية نوع ثاني. بالنسبة لنا بالنص مجلة الالتزامات والعقود تقول إن الشهر قدره 30 يوم. الشهر 30 يوم، يعني يقول إنسان يتحبس 3 شهور راهم 90 يوم، ولو فيهم فيفري فيه 28. نأكد على هذا، الشهر 30 يوم، بعملية حسابية بسيطة. وقت يقولوا إنسان أوقف تحفظيا 6 أشهر، 6 × 30 180، 180 يوم، ثم مدد له 4 أشهر 4 × 30 120، 180 و 120 سهل العملية بالشيفرون 300 يوم. يعني أن أجل الاحتفاظ بالسيد محمد سليم شيبوب وبأي تونسي في مثل هذه الصورة انقضى يوم 8 سبتمبر، يوم 8 سبتمبر، وحقه يوم 9 سبتمبر يقع الإفراج عنه وجوبا غير حتى مطلوب، إفراج آليا أوتوماتيك. علاش؟ لأن هو باش موقوف، ما هو بإذن قضائي. قداش قدر المدة؟ 6 شهور. أش بيه قاعد 10 شهور؟ لأنه وقع التمديد 4 أشهر. ثم ثماش تمديد آخر لليوم، الحد اللي نتكلم فيه اليوم، منوبنا موقعش إعلامه بوقوع التمديد، وإحنا موقعش إعلامنا بوقوع التمديد. أش نقول؟ قول إنه بحالة احتجاز، هو رهينة بإذن ممن؟ لأي سبب؟ هذا علاش عملنا إحنا مثل هذه الندوة الصحفية اللي غايتها في الحقيقة غايتين. الإعلام أولاً مش نعلمه، لأنه سليم شيبوب ناخذه مشطرة عينة ستان تونسية، لحد الآن عنده الجنسية التونسية، لا عنده أزيد حقوق من التوانسة، هوش بقرص وريشة إلى بو آخر نسيب الرئيس السابق، هذا ميهمناش، إنه مواطن تونسي عنده من الحقوق ما لكل التونسيين. إذا كان القانون يقول التونسي يلزمه باش يتوقف إذن من حاكم التحقيق ويحدد المدة، وإذا كان يحب يزيد يلزمه يمدد ويلزمه يعلل، مش هكاك يمدد يحك راسه يمدد يعلل. أور احنا اليوم محمد سليم شيبوب موجود في السجن المدني بالبرمجية دون وجه حق. هذاك علاش هي صيحة وانتصار للحقوق والحريات، وعلى رأسها الحرية، حرية في أن يكون الإنسان حرا في الغدو والرواح وفي أن يفعل كل ما يريد في إطار احترام القانون. الثقة المشروعة في مؤسسات الدولة وفي السلطات العمومية ليست لا متناهية أو مطلقة، عندها حدود. وذاك علاش
الحد النهائي هو الشعب، هو الرأي العام. إذا كان السلطة ما تحبش تحرك ساكنا واتبعنا جميع الإجراءات القانونية، إيش يبقى لنا؟ الملاذ الأخير والمرجع الأخير هو الرأي العام، لأن يعني كل واحد منا ينجم يوما ما يكون، وبعيد عليكم إن شاء الله ما نتمناش هذا حتى حد، في وضع محمد سليم شيبون.